صباح الخير يا زملاء، يفتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. هيدوم لكم كريم مدينة يوم 24 فبراير 2022، ونتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن الدولار الامريكي مقابل نظيره الكندي. تولت تكبير الدولار الامريكي مقابل الكندي وارتفاعات عنيفة طبعا للدولار مقابل كل الادوات المالية باعتباره الملاذ الامن الاهم في الاسواق، ودرج اكيد في المقام الاول لبداية الغزو الروسي على اوكرانيا، واللي طبعا كان ليه ردود افعال كبيرة عالمية. واكدت طبعا روسيا في تصريحاتها خلال ثلاثة امس او بوتين طبعا في تصريحاته خلال امس انه لا يدخل في خطته احتلال الاراضي الاوكرانيه، ولكن ان هو بيامن دون بس في جنوب شرق اوكرانيا. دي كانت اهم الاخبار المؤثره في الاسواق امبارح. ما كانش عندنا بيانات هامه، ولكن النهارده في انتظار بيان هام. ومبيعات المنازل الجديده المتوقعه ليه 806,000، والشهر الماضي كان 811,000. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار. زي ما واضح معانا على الشارت طبعا الاداء الايجابي والارتفاعات الدولار الامريكي مقابل الكندي وثباته اعلى 27 70 نقطه المحوريه الهامه، وطبعا كانت مستهدفه خلال ثلاثة امس. اداء ايجابي على الايمي على الصور على فلات ترند، تقاطع متوسطات السعر الاعلى، ثبات السعر عليهم، كل ده مدعمه بشكل كبير، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر 28 45 علشان يروح ل 85 وراها 29 35. مره ثانيه كسر ال 45 وراها ال 85 وراها 29 35. السيناريو الآخر المعاكس بكسر 27-35 وراها 26-85 وآخر نقطة عند الـ50. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد متداول الآمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.